السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي في قناتكم قناة عالم ليلى. اليوم جيت معكم بوصفة جديدة، وصفة لتكبير المؤخرة أو تكبير الأرداف وزيادة الحجم تاعهم. يعني عبارة عن وصفتين، وصفة ناكلوها وصفة عبارة عن دهان موضعي. كذلك راح نعطيكم بعض النصائح والرياضة اللي ديروها باش يزيد حجم المؤخرة بسرعة. كما قلت لكم بنات، مواصلة في سلسلة الوصفات التكبير المجربة والناجحة، يعني جربوها العديد من البنات وخرجت معاهم هذو الوصفات، لذلك حبيت نجيبهم لكم باش ما تبقاوش في التجارب، يعني تكوني متأكدة انه هذه الوصفة مجربة وناجحة وراح تسييها وانتي متأكدة منها. كما قلت لكم، هذه الوصفة عبارة عن وصفتين. الوصفة الاولى عبارة عن خليط، يعني ناكلوه، يتكون من السمسم. كامل تعرفوا الفائدة تاع السمسم ولا الجلجنان، راه غني بالسعرات الحرارية، راه فيه الكربوهيدرات البروتينات، يعني كمية من الفيتامينات اللي رائعة جدا. ومعروف السمسم في زيادة الوزن وزيادة حجم المؤخرة والثديين. بالنسبة لطريقة استخدام السمسم أو الجلجلان في تكبير المؤخرة، يعني راح ناخذ كمية من الجلجلان كما راكم تشوفوا فيها، نحمصوها قليلا حتى نتحصلوا على اللون الذهبي، ويعني مش حتى نخلوها تتحرق، فقط اللون الذهبي وتعطينا هذه الرائحة الجميلة. راح نطحنوه ونخلطوه مع عسل النحل الطبيعي وناكلوه. يعني هذه الخلطة ناخذ حوالي ملعقتين كبيرتين من السمسم مع ملعقة كبيرة من عسل النحل، تبعوا معايا جيدا، 2 ملاعق كبيرة من السمسم المطحون مع ملعقة من عسل النحل الطبيعي. إذا ما حبيتوش تطحنوا وتبغوا تاكلوه بهذه الطريقة ما فيها بأس، نفس النتيجة. وناخذ هذه الكمية صباحا بعد الإفطار وقبل النوم، يعني نداوموا عليها لمدة شهر كامل، راح نلاحظوا النتائج بإذن الله. يعني دائما هذه الكمية تاع ملعقتين من السمسم مع ملعقة من العسل صباحا، وملعقتين مع السمسم مع ملعقة من العسل مساء، لازم ناخذ هذه الكمية الكبيرة. بالنسبة للدهان الموضعي، عندنا زيت الحلبة، يعني زيت الحلبة مكاش اللي يعلو عليه، لذلك نستعمله في هذه الوصفة، معروف من زمان. واش نضيفه له؟ راح نضيف له كمية من زيت الزيتون، يعني مقدار من زيت الحلبة مع مقدار من زيت الزيتون، نسخنهم قليلا ولا ندفوهم ونعمل بهم مساج لمنطقة الأرداف لمدة نصف ساعة. نعم، لمدة نصف ساعة كاملة، لأنه إذا دهناها فقط كأنه ما عملنا ولا شيء. يعني الهدف مش في الزيوت، الهدف في المساج، يعني الزيوت راح تزيد تسهل لنا عملية المساج، وبالتالي راح ننشط الدورة الدموية في هذه المنطقة. دائما نديروا هذه الطريقه قبل النوم، وبعدها مباشره ناكلوا هذه الوصفه ونرقدوا، ونكررها يوميا يوميا لمده شهر، راح نلاحظوا نتائج رائعه باذن الله. بالاضافه الى الرياضه، رياضه السكوات راهي معروفه، تقدروا ديروها باش تنموا العضله في هذه المنطقه. يعني رياضه السكوات رائعه، ولكن لازم تكون مدروسه، يعني تبعوها بحوافرها. كاين اللي يعلموا رياضه السكوات في اليوتيوب، ادخلوا شوفوها وديروا رياضه السكوات، راهي مليحه بزاف مع هذه الوصفه ومع هذا الدهان الموضعي، راح تعطي لكم نتائج مبهره باذن الله. كذلك نصيحه، ننصحكم يعني الجلوس على المؤخره خصوصا بعد الوجبات، يعني تاكلي الوجبات تاعك وتروحي مباشره تقعدي وكانك ضاغطه على المؤخره، وبالتالي راح الدوره الدمويه راح تنزل كامل عند المؤخره ويبدا يخزن الدهون في هذيك المنطقه. ان شاء الله تتبعوا كامل هذو الخطوات اللي قلت لكم عليهم وتزيد المنطقه اللي راكم حابينها. بالنسبه للدهان هذا كاين اللي سقسيني نقدر نستعمله للصدر، نعم تقدروا تستعملوه للثديين، كما تقدروا تستعملوه كذلك للخدود. راهي الوصفة متكاملة وتعطيكم أنوثة جميلة. إذا بنات، أنا وصلت نهاية فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، إن شاء الله تجربوها وتنجح معكم. إذا جربتوها ونجحت معكم بعد شهر، ما تنسوش ترجعوا تكتبوا لنا في التعليقات باش يستفادوا غيركم. أنا وصلت نهاية فيديو اليوم، ما تنسوش إعجاب ومشاركة، وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة، وسلام.